الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت سميك تغيت مثلا ذي درسني عدان نهضر فزوة بدر الكبرى الغزوات تجي مثلا تنغر أتصار نحفظ أطاس أنظر أمك ربي سبحانه يجرب المؤمنين، يجرب الصحابة، يجرب النبي صلى الله عليه وسلم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ونفهم باللي النصر من عند الله، النصر أرسيدي ربي. السجد المسلي في غزوة أحد وغزوة مهمة جدا، أتصن الدروس أتصن العبر إقلانيس زرام في غزوة بدر إن سلمان ينصرثنا ربي انتصرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يفقند مصارع الطغاة، يفقند داك مكان دا ذاك راه يمثل جهل، ذاك مصرع فلان، ذاك مصرع فلان، وذاك نحكسد فيما سبق. أكون دا دي حدد النبي صلى الله عليه وسلم مصارع الطغاة، قد وقع ذلك كله بلا استثناء. ثورة ما فساد غزوة أحد، غزوة أحد ساعة تصن السبات كثيرة، ممكن لخصها فيما يلي. السبب مزوارو سبب أصلي أصيل عقدي ديني، وكيد السبب مزوارو خطر المعركة ير أهل الإيمان أكذ أهل الكفر تكمل المؤمنين أكذ الكفار، المعركة بين المشركين أكذ الموحدين معركة مستمرة. لذلك هذا هو الأصل، هذا هو السبب الرئيس لغزوة أحد، هو الاستمرار في هذا العداء من أجل منع الناس من الدخول في الإسلام، من أجل عرقلة الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام رسول، رسول الله عليه الصلاة والسلام، المشركين ذي قريش ومن والاهم أسقارا النور جين ربي سبحانه جمذ إلى قد يخسي الرسالة جين الإسلام إلى قد حبس، وقال جيش من دي الإسلام هي لقاس نفدذ باش وركش من أرى ذي الإسلام. لذلك كانوا ينفقون أموالهم بلا حدود، تصرفنا ذري من سن ثزمرت سن ثم سنين سن على جال باش الإسلام ويتنتشر أرى يريم ذانا. ينادى ربي سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إذن الهدف هو الصد عن سبيل الله إلى قد خدمنا حد باش مذانا وكشمنا لقفل ربي سبحانه. المدينة ربي سبحانه في الأخير والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في سورة الأنفال الآية 36 ندير إشارة فقط إلى الآيات، يفقن ربي سبحانه باللي سبب إنفاق الكفار والمشركين لأموالهم ينفقونها في سبيل الطغيان للصد عن سبيل الله، أما كدين ربي سبحانه ليصدوا عن سبيل الله. ذاك ملاحظة نحاول نجيب العبر والعظات والدروس هكذا بشكل آني عرضي. ثلاث نغال إلينا خطر نربط السيرة وكذا الواقع بوسا السا يثمثن لن وجد أسا المشركين بوسا والكفار بوسا أنفق نذري من سن باش الإسلام لا ينتشر، معروف عبر العالم وزر مسا مثلا المسيحية سعى الكنائس عبر العالم أنفق ني مليار ني مقارنة باش المسيحية تسلحو والإسلام هذا يحبس، يعني محاصرة المسلمين والإسلام في العالم بجميع الوسائل، الوسائل العسكرية لانت، يعني القوة المادية، الوسائل الإعلامية لانت، الإعلام تشويه، وخاصة تبروفيتين الغلطات جن سلمان أثن تفجن ذي الإعلام سورتو ذي زمان بوسا، خاطر زيك الإعلام تأثير ضعيف، ولسيك قوى مليح، الإنترنت يخدم العجب، يعني الناس يتبعوا الأخطاء المسلمين بشكل قوي. في كندا نغذي في نيويورك نغذي لندن في أي مكان نغذي في ثمورة جنس المن نغذي ثمورة السعودية في كل مكان أندى غلظا من سلمان الإعلام آلة الإعلام
أتحرك تتحرك من أجل استثمار أخطاء المسلمين لتشويه الإسلام. ماشي ذا الغلطة ثنا غسنقاذ نكوني خاطي أسبروفيتين باش أدفقين باللي الإسلام فيريث أي نظران أتشدن غ الإسلام أتسمسن الإسلام وثمسن تقيش بي ربي الزرى مساوك ماشي ذاين يفرن وثقيش محزن معنتها ما إلا إنسلم وتسكن راه أذمي الهام في الإسلام سيتادير أتسكن القوة خدمنا فوذ الكفار باش أذهدن الإسلام باش أديتروين باش أسنقصن سي القماس للأسف. وقي من جهة من جانب ثاني من جهة ثانية وأدنو غالد أثرين سلمان أهل طارين سلمان ينفقون أموالهم في سبيل الله لا المؤمنين الحمد لله لا المؤمنين لا المؤمنات ينفقنا ذير من سان أما في الجوامع أما في المعمرين أما في الخير أما في جليلان في زويلان في زوالين ثجالي وجيلان معاونات لا والحمد لله وانكرا في ندم الخير إلا الخير. ولكن في مثل هذه الظروف إذا قد نبه باللي لن ينسلمن ما ينفقوش في سبيل الله تشحون في سبيل الله هذا هو المقصود تقي الرسالة التي نتعلمها. ربي قال في القرآن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه غادي تمسلين كوني لن ينسلمن لعشورة نساكن لها الزكاة يدينا ربي في سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم العشور ولاش وما أدراك أنه وطبعا ما يلولش العشور ولا شيء الإنفاق في سبيل الله ربي ذي الآية يوم السلام وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أغدقار أذري مثل ساعة مجنون وقيل معناه يعني ذي التكييف الشرعي للملكية ملكية الإنسان للمال هي ملكية تفويض وإنابة واستخلاف ماشي ملكية مطلقة بدليل أن الإنسان هذه سبا ذريم هذه سبا ثامور تزمور الشركات كاميونا إلى آخره الدياسي والواس كل شيء أثيديج أكي قرني مزورة ثامور تسبدي لي مولانا صافي إذا ذي غلغ الورثة ويتسجد سوا صافي ذي النهاية الملاقي يدفك ربي يمذل مرة غير سلما أسمي قار نفقد في سبيل الله وكلمة في سبيلها قيث وساع وين يفنى الجوامع في سبيل الله وين يفنى السفطرات في سبيل الله وين يفنى المدرسة في سبيل الله وين ينشر القرآن في سبيل الله وين يدعم طلبة العلم في سبيل الله وين يعاون المزين باش نخدم انتي وشولي في سبيل الله وين يثدون في سبيلها يوسع أطاس وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى الشح وذين يتوسل للأسف شديد وما إلى الشح هذه ظروف خسر من ذي المجتمع المسلم المجتمع المسلم هذه الفقراء يقللا يمغفا يموضا أبري وقذا إذا غاد كرهن هذا عيون يزمر الشمل دي الفساد دي تخسارين دي ثكرضة تدور إلى آخره ينزمر ديني أكثر من ذلك الجبهة الاجتماعية تتحرك وتتمزق يصير انهيار في عالم القيم اشحال لي فالوري قرزن سباد الله الله زاقي وعر إن ياس الكفر الله زند تروح ضوي خذني معك حيث حللت ونزلت خذني معك كاد الفقر أن يكون كفرا وما ديني غير الفقر قايث مثلا ونسولي راه كان كيوني خصي شوية نسولي وكاذي اللوزن حقيقة سكاذي دي إفريقيا مثلا أماكن كنا نحكي ونواس دي وكادوغو دي بورنيكا بوركينا نيجير نيجيريا تواغيث الميزيريا ثم قران ثم قران مليح الهلاكات اللان زان زنزن الدين الانسان هكذا الموضوع يكون نطور ذيك ونكفو يا راه باش كادينا فقط رساله باللي ربي سلسا اذير ميديفكا ينفق في سبيل الله كما كان المسلمون ينفقون عثمان بن عفان خدمنا سكرا رجال المال سبيسياليست ديال زيكسبير اي وين ديجا عثمان بن عفان ارسا انيك اذير مني لو كانت جمعا زمرنا ذاغن شركة بوينغ الأمريكية الطيران يعني وين يروح ديون غل مدينة غادي والي سقسية تفضى شو دي جاع عثمان بن عفان شحال يقضى 14 قرن زرم شو يخدم كل الإنجازات كيف أنه جهز وسيأتي البيان إن شاء الله ثلث جيش العسرة ذي نس النبي عليه الصلاة والسلام إن اسم ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم يعني صفر حيث
إفكاس البشرة في القرآن معنى ذي جنس المن لدينا دمث الزبير بن عوام عثمان بن عفان أبو بكر الصديق عمر الخطاب كل يوم شوي ساعة ينفق في سبيل سعد بن أبي وقاص وغيرهم ذي المقابل الكفار ذا ينفقون أهم كسلم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم أي غر ليصدوا عن سبيل الله إذن السبب الأول ذوى فغان أدسقسين ثفثن الإسلام فغان أدحبسن رسالة الإسلام الإمام الطبري وكذلك الإمام ابن كثير كلاهما وغيرهما في التفسير نند ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق معنا وهم يفسرون هذه الآية سبة في السنة الهزيمة الواقعة ببدر فغان درنت صار صرم غزوة بدر إن سلمنا انتصرا ربحا في الغزواني غزوة بدر الكفار أسقارا وقيثة مذلة مذلة مثنك مقرن يكل الطغاة مقرنا كشمن غنى المذمكة ذي المذل الخزي أسقارا إلى قد نرت صار وصفي غزوة أحد سي السبافين ستة باش الكفار المشركين المشركون أدرن اتصار فينس نظران ذي غزوة بدر سبب ثلاثة سبب اقتصادي الاقتصادي لا زرم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام مع انتهاء يعني استقي عاش استقي الانعاش الاقتصادي سنيظران في مكة قريش برحلتي الشتاء والصيف وقد ذكرت في سورة تسمى سورة قريش تعرفوها جميعا في غادي نغبلي مادام الاقتصاد المكي كان قائما على رحلتي الشتاء والصيف مع الخبر أجيك فغن باللي القريش انهزمت تظهر الهزيمة حتى الاقتصاد السن يضعف لأن ولات القبائل يعني القبائل العربية ذي الوقت كامل سلانس الهزيمة القريش وهذا أدى إلى تزعزع المركز السياسي والاقتصادي لقريش وساقي نظرة ساقي ثمور النغا الاقتصاد مث قوة مورث في جهد الاقتصاد ينسى ديالي العملة ينسى تسعو القيمة إما إلا روينا غا كثر خدم القيرة يسمو راه جنس المن باش نسكفو هي القضية كلها ثاني باش نفهم اللي ثقي سنن الله عز وجل ربي سبحانه لا يحابي أحدا سؤال لي غزوة أحد إنس المن شظن خلصت خطر ثقي الهزيمة ولا شك لك سوال ربما بعض الناس يحاولوا يغطي ويقول كذا لا ماشي هي هزيمه اش السميه هزيمه والسلام عليكم وعليكم السلام الرومات عبد الله بن جبير وصات في عصر والسلام وكذي 50 سنة في جبل الرومات سنقر عسد كان عارونا حمو ظهورنا ولا مثوى لما ننتصر ننهزم قيمت كلكم كانون وسوغنا راوان يضرى شو يضرى انت قلت سنصل اليها بعد حين في غدي نثورة الحروب يجيك يضران دي ثمورة جنس المن ذا هدو يستهد الأمة الأمة ضعف 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله صحيح ربي سبحانه ينادي القرآن الكريم ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولكن إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين القروح التي تحصل علينا قروح كثيرة ولكن لابد أن نعتبر خطر منحفظة الدروس أنت سؤال دائما أنت هدو يمنى سيمنى يعظون ربي السعون القيمة كنا قال غنغلي على المستوى الاقتصادي الطريحة ثروي في اللانة على المستوى الإعلامي على المستوى الثقافي على المستوى العلمي مقل كان مستوى الجامعات العربية على المستوى الدولي شو بمكان ساعات يا أخي في كل عام خدما تصنيف الجامعات ولا شيء تنتاك تغبر انتاك أي غير الجامعات خطر هناك معايير دولية لا تنكر صحيح هناك بعض المجاملات وكذا ولكن الحقيقة موجودة يعني في تخلف كبير والتخلف كله لا يتجزأ لذلك الحالة ذي نتعيشين الساعة مرة نغرس السيرة إلا نحفظ العبر نحفظ الدروس القرزي منا وربي سبحانه وعد غد وعد الله حق في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صافي السبة في السنة في غزوة أحد الهزيمة إقدران ذي بدر
يعني هزيمة المشركين في بدر تسجيل السبع فغانا درن تصار. سبب وصر معا أكدنا سبب سياسي. قريش بعد غزوة بدر تزعزع يعني مركزها السياسي، ضعفت مكانتها على مستوى القبائل العربية، قبائل العرب، وكانت هي زعيمة العرب قريش. الكعبة ذينا كل يوم سعى الإله ينسلنا أسيدي مبافا قبل ذروحا إلى الرحلة أدع الدين من الكعبة باش أدوين الفركة للإله إنسان. وطبعا مدام الحركة ثلا حركة تجارية، فبالتالي دائما قريش سعى القيمة سعى مازال. ولكن بعد هزيمة غزوة بدر، في غزوة يعني في غزوة بدر المكانة السياسية تضعف. إذن بالنسبة لقريش أشقر لا بد من رد الاعتبار إلى دول قمنا إلى قد انتصر. ثانيا خروج قريش من مكة المدينة، طبعا نقاط كثيرة نحاول أمر عليها بشكل شوية سريع. قريش ثهجي مانيس سوجادي مانيس ذقوس للسنة الثالثة طبعا الهجرة ذقوس السبعة من شهر شوال وبالضبط يوم السبت ديمارين قسن السبت سبعة شوال في السنة الثالثة من الهجرة النبوية. هجاند إيمان مسن يعني قريش بجيش كبير، يعني معظم الكتاب السيرة هاد قرن 3000 ديك 200 فارس ديك 3000 بعيرة الوسائل اللي عند الوقت طبعا. وقبل ذلك كانت تعبئة إعلامية كبيرة، تعبئة إعلامية هم الناس اللي شاركوا فيها عمرو بن العاص وقت لم يكن مسلما، طبعا وقت ما زال عمرو بن العاص ماشي دين سلم، خالد بن الوليد ماشي دين سلم، وكذا يعني تحرك الاله الشعراء وكذا، يعني فغان تعبئه الجماهير نسن المشركين باش الوجه ان سلما من اجل اطفاء نور الاسلام. اسقر فيك تاكي ادنى ارتصار ان حبس الاسلام 100%. فبالتالي كان تعبئة إعلامية كبيرة وكان تعبئة نفسية، تحضير نفسي كبير، وصرام في هذه المعركة ماشي ديني سهلا. وطبعا لقيت تصور جماعة الخير ولاش الطائرات ما شافت ولاش الطيارات، يعني سي مكة المدينة حوالي 450 أو 500 كيلومتر حسب الطريق المتبع، ماشي شويط شحال الحون شحال الحون، من أجل نصرة الباطل باش نصر الباطل أسفك نفوذ الضلال نسن الشرك نسن خدمنا وكثر الزمرث نسن باش سفكنا فوذ الآلهة نسن الطواغيت اسمي اسم ربي الطاغوت كما في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله سبحان الله. مقل كان تعبير القرآني اسم يسن يكل آلهة هو بالقوب العزة اللات العزة يكل آلهة لعبذا أكل ملا والشرك في كل زمن وفي كل مكان اسمي رب الطاغوت التعبير القرآني ودينا الطاغية. ولو قال القرآن الطاغية حقيقي طاغية طاغية والطاغوت كيف كيف ذا شو الفرق يا سندي لا دوز ذي تعرف علماء اللغة العربية ند الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى مردين طاغية خفيف مردين طاغوت تشوريمي تشورق موش تملأ الفم الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. وربي قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها هذه بعد آية الكرسي في سورة البقرة. إذن قريش جهزت جيشا كبيرا تقريبا 3000 مقاتل بقيادة أبي سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وثلاميم هند بنت عتبة زرم هند سلسس حمزة بالذات تصار ثفغاتنا وثهقادي والقرنس وحشي الذي أسلم بعد ذلك ولا حول قوة إلا بالله وكان معروفا بالرماية بعد ما استخدم تجارب ثفاث يعني شاطر لصيب لتدياوي سوا سوا ثهقاثيد سوجديثيد يوساقي باش يحرر أديغ الحرية ينس ظلم الوقت لا العبيد وكذا اللي زيسكلافي إلى آخره. فبالتالي تسد من تسد الدر تصار وذن تسد كان تسا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء
رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. المهم جاز داك المنسن أي الله أبضن. ثم نروح لنقطة أخرى فرابعا، استعلامات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إسعى جهاز الاستعلامات، جهاز الاستعلامات، يوصى عميس ديال الوقت اللي لم يكن اللي هو العباس بن عبد المطلب. الوقت اللي كان يترقب قريشا، يترقب ويتكس للمعلومات النبي صلى الله عليه وسلم، يسمي ولكل الاستعدادات العسكرية الحربية لقريش إلى آخره. لكن كان تحركت قريش انت يشجع رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يثبرت أني يفكي يسد كل دوني يكون معلومات دقيقة. الجيش اشحال ذيكس 3000، اشحال الفرسان يعاودون، اشحال الغمان، اشحال إلى آخره، الرماة وكذلك كل الفرسان والمعروفين في القتال في ساحل الوغى إلى آخره، يفكي يسد كل معلومات دقيقة. يسد الرسول أني رسول العباس بن عبد المطلب، ولكن دي شجاع أم شجاع ينس، يفاد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء ذي الهد يوفى، أول مسجد بني في الإسلام، إفكا استفرات في غرس النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثورة أدنس النقطة الخامسة، مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم لقد شور والزران في غزوة بدر، نناد مبدأ الشورى كان حاضرا يشاور المهاجرين، وبعدين يتعود أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. المنطق الأنصار أن ناس ذن كن يتقصد يا رسول الله مشتند العهد سفكان في صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية اللي شرحناها فيما سبق، فكانس العهد بشث مصرا والحر بن فلاس. أم بعد تزرمت ما شوت نحكاتيد هضرند ناس يكوني أقلغي ذي أين تخضمض أقلغي ذي شمض في الحرب أقلغي ذي إلى آخره. ثورة غسة يعود مبدأ الشورى، مبدأ الشورى كان حاضرا أيضا في غزوة أحد، بل كما قال أبو هريرة رضي الله عنه إناد أرولا غالولا ذيون اتشاور وياضا من في صلى الله عليه وسلم، وهو أرجح الناس عقلا، وهو مؤيد بالوحي الطاهر ومؤيد من الله عز وجل، ولكن مع ذلك كان يستشير الناس ويكثر من الشورى يشاور فيه. يعني يس قريش تايا في ود العسكري باش تظن في لنا امشي راه نخدم اهل طارا انقيم ذي المدينه داخل المدينه المنوره ازخدم نحصنها باش عذاو ما يشمد غدي في نوجد اثنحارب سهالة نغ أن فصل المدينة أن قفل عذاو ضرّي المدينة، ضرّي المدينة. سؤال يوم السؤال عذوات قفلت قفل ذا قلتني شورارة من فغ الحرب خطر إيفان يسدوا عذاو ما شم غزوة مدر ذا قي يشورث من قم ذي المدينة غنفق ثورة يعني أقدر ذاكي ثم ذي ذاكي ذاكي عزو ذي عزازكا يسدوا عذاو فرنسا تبغى تكشم هل طالت نقابل أنفاو كي ثم ذينت نقيم ثم ذينت إثم ذينت يكسهلنا ذاكي تفغن أصحاب الاستراتيجية أصحاب الخطة العسكرية وكذا ذاكي مخلف إلا يون الرأي يناد أنقيم ذي المدينة المنورة ذي المدينة سعن الأسباب سبثم زوروث أسقارا أني لين قوى أكثر ماذا عدوي ديك الشمن كنا قلقيت مدينة النار نكوني أقوى نظر المخارج والمداخل والمنافذ ماشي مثلا تلقر ذي الصحراء ذينا أون بلانير ذينا أتوعر الحرب ماذا قلت سهل الحرب نزمري وعذاو بسهولة سيدي زارقمو حجج يعني حجة مزور السام الحجة الثانية ناند استبسال نكوني يعني الصحابة من لا دخل المدينة الشركين لكم الدم مولا ذي قردان مش طاحز هذا الشركين ولو كان سوصل غادي الوقت ان السلاح ذا شو النبال النيل السيوف كذا كذا وقالت نجني مقارنة ميوال وكان سيزرع الحجارة دائما لانت يعني هرس مثلا في عنك في فلسطين ظلم أطفال الحجارة شوف من ذي
الصهاينة، معناتها اشراك حتى الضعفاء وحتى ما جا لبعض النساء ولبعض يعني صغار الشباب زعما شاركين في هذه المعركة، باش أكثر من المسلمين الذين يحاربون عن المدينة. ثلاث بثايض اش قارن قريش كنت فوث قوى والزميرارة تطيل الحصار علينا، خاطر ما تخدمت السيركلي المدينة شحال تقيم سمانة عشر أيام أقول شهرين أسن تكفو المؤونة ذروحا أذروحا وتزل نظام نوري لي يعني معنى هذا ذو غالب هذا خسرا وذو غالب. المهم تصل السباهي دفكان وكذاكي الكثرة كبار الصحابة الكثرة يدي فكان الرايا قيس قرون تسفغارا كبار الصحابة زعما دي نظيم غارن قرنا كان شوية ديال العمر تحزفنا طاس أدنو غال الراي وايض قرن نفض الخروج لملاقاة العدو وقال الكثرة لي جون الكثرة ديال المزيان إيه المزيان فكان لا لي زارغيمون فكان حجج أسقر الحجة ثم زواروث نكون الأنصار خاصة من الأنصار نكون نفكي العهدين في صلى الله عليه وسلم ذي بيعة العقبة الثانية إلا قنحارف نحارف الناس إلا قد نفقن البطولة نغش الشجاعة نغش برا أنثى الحجة الثانية ونتسجارة المشركين ذي من المدينة أعذوا قابل ذي برا مش المدي بضا رسية ثم قابل ذي برا فقل الحجة للشباب الحجة في ثلاثة أسقر نقاذ يطول الحصار هي لو كان قريش بالك تبود المؤونة ثم قرات الحصار يطول صاف دير وتجنى الحريق معناش هو الاستعمار حقرنا غورنا ويشيع الخبر ذي العالم بلي نسمنا كي جبناء بلي متقاعسين وسعينا رث الركزام وسعينا البطولة قيما عسن ديال الحيوضة وفرات صافي ذيك نقول كان الشباب ما كيتخمم كل يوم سبحان الله كل يوم الرئيس إلى وين نظن إلا نوجد بعض الشباب وحذرنا لذي غزوة بدر يفافيثن صافي فغان أسقرن ثورة جاءت الفرصة وكذاكي الذين لم يخرجوا في غزوة إلى غزوة بدر الفرصة يجي ما حبوش يضيعوها أي قارن نكوني ثورة ثوساد النوفا النغد دالا النغد نكون ريفغن أنقاذ أعداء ونقاذ المشركين والأغلبية الأغلبية ناند بالخروج الأقلية ناند بالبقاء في المدينة زعما المدينة رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيف غادي يقيم في المدينة وقال رأي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الاسم يتخذ القرار ذاين كروا وال أسقرن يا عجبة أمشيكا النبي صلى الله عليه وسلم يبغى ذي حارب داخل المدينة ويبغى ذي فغى ما كدنا لا بلبار يعني كثرة ذي العيف اللانغ أمشيكا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم وسن في كارزال فصاروا يتلاومون ثلاث الزمة ويتزموا خطر في كوال روتور كالم غير سنت العقل مازال ديوض وعد حتى هي غادي لحو قرفه ديوض من بعد سقرنا ذي العيف اللانخ امشي كان الراين في صلاه اسمان تفهم كنا الراين ناخ ورسي ورثي قافلا شكاع ناس حمزه بن عبد المطلب ناس يا حمزه نكونوا الزميرات نقافل وروح شيني هضراس حكوا يا شوي ضران انا ساقلاغ ندم انت فكان رايك يا رسول الله لكن دني ضاكني وثلاث الحاجة الأنبياء ما كان غير داين ملسان لبسان الحرب وستكسنارا فكي خاصة بالأنبياء خاصة نسن داين النبي ما يسوج ديما نسي القرة الحرب انتهى شقعنت حمزة يوضع النبي صلى الله عليه وسلم أشو سينا إناس يا نبي الله إن القوم تلاوموا إلى لوم جرسن ثلاث زما جرسن فقالوا أمرنا لأمرك تبع أمرنا لأمرك تبع أي ندغ دمر نكون نطبق أكن ذبع ذقوالي ريض ريه ذا شو يسينا النبي صلى الله عليه وسلم حمزة إن ما كان لنبي في رواية ليس لنبي إذا لبس لأمته يعني لباس الحرب
أن يضعها حتى يقاتل. يكفوال هكثي من والأسرة. سادس، خروج جيش المسلمين للحد. فغن نختصر ما بقي من دقائق. فغن جيش المسلمين إلى أحد بظن، والنبي صلى الله عليه وسلم يخدم طبعا خروج ينس كان ليلا بعد منتصف الليل كما تقول كتب السير، أي غير خطر قريش تبضض إلى أحد مكان المعركة. طبعا بعد سفر طويل عيان حوجنا الراحة، وطبعا لند هناك أخلاق الحرب، خدمة الحرب ذي قيل خمس دقزال يعني ثقيدة مسألة سنذكرها، مازال غزوات نهضر غزوة تبوك، نهضر غزوة ديجا حمراء الأسد، ثقيدة فيها شيء عجيب في الحرب النفسية والتخطيط النبوي سنذكرها إن شاء الله في نهاية الحلقة. نظرت كذلك غزوة تبوك، نظرت في غزوة الخندق، يعني أمور عجيبة جدا نفصل فيها إن شاء الله تعالى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يخدم صفوف الجيش إلى آخره، سوجيت كما يلزم إلى آخره، ولكن جبل الرومات وكذلك رحنا للمدينة المنورة زرنا ذرنا مشطوح إديوس أنفاس جبل أحد ذي ناغ اسمس جبل الرومات يتوسن منذ 14 إلى 15 القرون ذينا يقوصن في صلى الله عليه وسلم يعني 50 من اسميس الرومات 50 يوصاثن على رأسهم عبد الله بن جبير الصحابي الجليل إن يسخن وين أتقيم ذينا تحنو ظهورنا خطر في ثغد يسن سيد فيرق وعرم فيثا دفيرث وعار مشام فيثا بوذ مسوذن فاس فاس إن اسمات ولا ماغ ننتصر اجثاغ مث ولا ماغ ننهزم نخسر اجثاغ. ثقي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرومات إلا ذي 50 سن على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. ولكن ذاك اسمح فيه اسمي فغن جيش المسلمين يوظن الأحد صارت حركة تمرد هي المنافقين إذرا العجب فما كاد النيغ المنافق ابن سلول تقريبا 300 من الجيش بويثنسا تمرد على جيش المسلمين بحجة سنقرأ مش نخدم القتال من قبل عدو ذي براموس نزميرا وكذا وكذا معنى المنافقين يخدم من الخطة يجي باش نخدم من يون الاضطراب البلبلة الهدن ينسلمن نفسيا يعني ايماجين بعيد الشر تصير الخيانه في هذه اللحظه خيانه كبيره من قبل هؤلاء المنافقين. المنافق انا ما كنت زرم في كان دوذم سوف لا يشبح يرقم داخل مثل دي غيركا. موضوع النفاق فيه تفاصيل كثيره سياتي بيانها في مستقبل الايام. انا في المنافقين باش نفهم لي كيف اجلاهم النبي عليه الصلاه والسلام المواقف النبي عليه الصلاه والسلام ضد المنافقين لا نبرر هو رسول يعني زدنا ربا في خدمة في خدم ولكن باش نفهم الخطة ينس ضد المنافقين أمي أثن ذاقي ذي الطيق قارنك ذي الطيق ذي سبان ورفيق نيثني خذعن النبي صلى الله عليه وسلم خذعن سلمن 300 ديفرنس الجيش المسلمين لافين يعني وهم في الطريق الحون باش قبلنا ذاو 300 غال المدينة وطبعا وقي يحدث بالبلاء كبيرة ماشي لين سنة جماعة الخير ذيني وعرنا طاس. وكذلك قبل بدء المعركة أبو سفيان استخدم ذا يون الراي أسني ولا سيقر خلوا بيننا وبين أبناء عمنا فكثر كان محمد صلى الله عليه وسلم بذميس عمي هنا غنى إليس فننصرف عنكم أكو نجم فلا حاجة لنا للقتال ونخدم على القتال ذي ونسحب سلقيرا ويثغد كان الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا مستحيل الصحابة أذفك نفوس ديكس كتب السير فردوا عليه بما يكره يعني توظر النبي صلى الله عليه وسلم. الرومات تفذل معركة ربي سبحانه عز وجل ولقد صدقكم الله وعده تجد سورة العمران الآية 150 سورة العمران الآية 152 154 159 يكل آية ثقي حكان تدف غزوة أحد بالتفصيل سيدي ربي في كيس النصر في بداية المعركة انتصرا ينسلم انتصرنا في المشركين انتصرا
وطبعا الله يبارك كبار القادة، حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير، أبو دجانة، سعد بن أبي وقاص، يعني الله يبارك الأبطال مقارنة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، يعني الله يبارك بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي في كأسنا النصر المرحلة الأولى للمعركة انتصر من سلم، هذا الشمذاء الغني مذاق مرة ثانية سبحان الله. يغال الصحابة، الصحابة اسم يحفظون الدروس، الناس النبي عليه الصلاة والسلام الناس أراكم تكثرون عند الهلع وتقلون عند الطمع، ما إلا ذي الخوف ذي المحنة السلم ذي الكثرة، ما لندى الغنيمة إلا وذريم إلا تقلون. ولكن هذا ذي غزوة أحد في جبل الرماة، عبد الله بن جبير ومن معه لنس 50 سنة بقيادتهم، يوصف النبي صلى الله عليه وسلم إن يسنو تجثر عستد ثيث سذفير، مثول ما ننتصر جثار مثول ما ننهزم جثار، ولكن أسمي انتصرني سلمان كما سنسقرنا الغنيمة الغنيمة أتزلن في الغنائم. عبد الله يذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولضعف بشري يقع ذو الصحابة، ولكن هم بشر إلا وندل ضعفا أيضا النكاكي باش نظروا كذلك الصحابة من خيرة الخلق اختارتنا ربي سبحانه إن في صلى الله عليه وسلم ذي صحابين ولكنهم بشر إلا وندل تسجي منه ذا سخصرنا عادي وثقيس الأخطاء خدما أربعين الني يديروحن جمع الغنائم ذا قيل خالد بن الوليد، وطبعا ذي النيل على الشرك وعطيه الصحيح مثلا في كيد الصورة يقيد هذا خالد بن الوليد فعلا نكا اسمي ولا جبل الرومات يعني صب دياك، وعلى بالك خالد بن الوليد سيف الله المسلول بعد ذلك ماشي قبل ذلك، قبل ذلك ذا مشرك خطينا ذا دور ربي صار مسلما وسوف تشهدون كيف كفر عن أخطائه أمش إلا ذا مجاهد البطولات من خالد بن الوليد. خالد بن الوليد إذ بعث رذاقي يسفر جبل الرومات كما تدل عليه هذه الصورة، هذا جبل الرومات، هذا جبل الرومات يسد في راقي عشرني سهلا يقضى في الاسنين غاثم، أم بعد حصار صافي خالد بن الوليد سيد فير المشركين يقولون لكن اسمي ولا خالد فير وغالد بقوة جديدة بعزيمة جديدة حصر المسلمين ذي نقدر وخسار أتصق موثن بن سلمان قتل حمزة بن عبد المطلب استشهد مصعب بن عمير ولن وقف يحسب ذن الرسول خطر وين فين غان يحسب ذن فيه صلى الله عليه وسلم سيقال قتلت محمدا سيقال غير فيه خلاص. وبعدين شاع الخبر سفر الخبر باللي محمد صلى الله عليه وسلم يموت، تصوروا يعني الحرب النفسية النبي عليه الصلاة والسلام يموت في هذه الغزوة عشرنون ذاك بعد لابانيكني وكذا كل يوم مش يحسب لن وقال يرولن غل المدينة أي غرولن لحماية النساء والأطفال ماشي جبن جنتيلوين جنة رشي مشطاحي قردان صافي اجتهدوا مش محسوب المعركة انتهت يموت النبي عليه الصلاة والسلام ذاين. طبعا رولند وغاند المدينة باش حارفنا في ثلاوين في ثمذينة المدينة المنورة في قردان وكذا ولن وقال ذاين سقر المعركة انتهت يموت النبي صلى الله عليه وسلم شو دي قردان شو نخدم نكوني ولان صافي لا تفرق ديننا الا تفرق ذم قران ولان وقاد سمحتي يكمل ديننا الاستشهاد اسقرنا نكمل بارمي وقادكي الا القرن انس بن النضر وكين سوقاد الحضيراره في غزوه بدر يفك العهد يا ربي شغل الزميمانيس ان اسد يفك ربي يوث الفرصه ذي أدخذ مغ أكوين من زمرة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة للإسلام نتسى من الناس اللي استبسلوا واستماتوا في سبيل الله عز وجل ويحولوا في النبي عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا الميموث ذا شو يتسوغوا إقراصا يا قوم إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم فإن رب محمد لم يقتل ميلان في يموث ربي سبحانه وتعالى
بعد الناس موتوا على ما مات عليه. أمثث فين يموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما يموت تيفت أمثث فين يموت؟ يعني جهد جهد المينا للشهادة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فلس أكد الأمثال ينس نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تجد في سورة الأحزاب الآية 23. طيب ثورة نبضد النهاية طبعا ثقي كانت سببا من أسباب انتصار المشركين على المسلمين. ثقي من الأسباب لا تنكر يعني معصية النبي عليه الصلاة والسلام إمي عصان النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصار إلى الانتصار في المرحلة الأولى لغزوة بدر لغزوة أحد، ولكن بعد ذلك جاء الانكسار جاءت الهزيمة بسبب معصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين الخاتمة ذات لا يوم الحوار اسميت حمزة كل معركة طبعا سيد الشهداء حمزة بعد تسد هند شريث وكلا شاف السيس إلى آخره وإلى آخر قصة فيها بعض الأحداث يعني خطيرة جدا حصلت. وبعدين دش قضران حمزة بعد ذلك المهم حكايات طويلة. سوف أبو سفيان دائما يتسيلي الحرب الإعلامية بعد المعركة وقبل المعركة. بعد المعركة يتسوغوا سيقر أعلو هبل متسوكد المشركين بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيقر أجيبوهم فكتسن الجواب ننس يا رسول الله هشدنيني سيقر أعلو هبل إن ناس إناس في صلى الله عليه وسلم دينيم الله أعلى وأجل. وبعدين ذا أبو سفيان اسقر لنا العزة ولا عزة لكم أكا. بعد النبي عليه الصلاة والسلام يسن الصحابة إليث السن الله مولانا ولا مولى لكم. وهكذا قصة معروفة يعني في كتب السير. ذا أبو سفيان اسقر يوم البيوم بدر يوم البيوم بدر مع تسجين تصر في اللون الحرب سجال المسلمون اسقر قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. يعني باش نقول الحرب النفسية بعد الحرب الإعلامية بعد الحرب بعد نهاية الحرب. ولكن غاسين سلمان وغالند حفظن دروس مباشرة تسد غزوة حمراء الأسد ذقي فيها عبرة كبيرة جدا. أمشي النبي صلى الله عليه وسلم باش يرفع من معنويات الصحابة تسد حمراء الأسد ثقيت نشرح في مقدمة اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. في النهاية تجي بعض لقطات من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام خط الحلقة اسمه نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي بالتفاصيل يعني نختار فقط بعض المواقف نكني كيف نستفيد من دراستنا للسيرة. واحد ذا شو الفائدة مدنوي التصل الفائدة ثم قرانت ذا غمشرا ذوي لهلكات النغ نكني نسعى لهلكات وظن أمشرا ذوي لهلكات النغ سيرا النبي عليه الصلاة والسلام مرة سنغر. ألقاكم إن شاء الله بذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.